من جديد أهلا بكم. على الرغم من التقدم الميداني الذي يحرزه الجيش العراقي في معاركه ضد مسلحي داعش، فإن التطورات السياسية والدبلوماسية تتسارع في ظل دعم دولي في معركة بغداد ضد الإرهاب ومواقف داخلية متباينة بشأن الحل السياسي للأزمة الراهنة. أغار الطيران العسكري العراقي على أحياء في مدينة بيجي القريبة من أكبر مصفات للنفط في البلاد، وذكر مسؤول محلي أن قصفا استهدف أحياء متفرقة في المدينة أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المسلحين. نؤكد بأن المصفى هو تحت سيطرة القوات الأمنية بشكل كامل، وهناك صمود رائع وتصدي بطولي للعمليات الإرهابية التي حاولت الاقتراب مجاميع نعم يوم أمس وهذا اليوم، ولكن كان لهم أبناء القوات المسلحة بالمرصاد تنسيق مع قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، وكبدنا العدو الداعشي خسائر كبيرة في مصفى بيجي. بينما أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي الفريق قاسم عطا أن الجيش استعاد سيطرته على معبرين حدوديين، وقد استعادت القوات العراقية والعشائر المتحالفة معها منفذي الوليد وطربيل الحدوديين مع سوريا والأردن من مسلحي داعش. تمكنت من استعادة السيطرة بشكل كامل على منفذي طربيل والوليد، وتم تعزيز المنفذين بعدد كافي من القوات الأمنية، والصورة الرائعة هي الإسناد من قبل عشائر محافظة الأنبار. من جهته أعلن قائد القوات المكلفة بحماية قضاة العفر غرب الموصل اللواء محمد القريشي الملقب بأبو الوليد البدء بعملية عسكرية لتطهير القضاء من المسلحين، وحررت قوات الجيش بالتعاون مع متطوعي بابل منطقة الجازية شمال الحلة، وقتلت 36 مسلحا باشتباكات عنيفة جرت اليوم. في هذه الأثناء قالت الأمم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص قتلوا خلال الأيام الماضية في العراق أثناء المعارك. من جانب آخر عزت إيران والأردن إجراءات المراقبة على حدودهما المشتركة مع العراق، وفي أحدث ردود الفعل الدولية إزاء الوضع العراقي طالب وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ بتشكيل حكومة وحدة وطنية لحل الأزمة، بعد أن أكدوا دعمهم للتصدي للإرهاب وتمسكهم بسيادة العراق ووحدة أراضيه. بدوره تعهد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من بغداد بأن تقدم بلاده دعما مكثفا ومستمرا للعراق في مواجهة التهديد الذي تمثله هجمات مسلحي داعش. وفي سياق متصل، كشفت مصادر عراقية مطلعة أمس عن طلب بغداد من واشنطن توجيه ضربات عسكرية لمواقع داعش في سوريا، مبينة أن الأخيرة كانت متحفظة نوعا ما. كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي محادثات مع قادة منطقة كردستان لحثهم على دعم الحكومة المركزية، ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن إقناع الأكراد بالتمسك بالعملية السياسية في بغداد ضروري للحيلولة دون تقسيم العراق، بما أوضح زعماء الأكراد أن الاتفاق الذي يبقي العراق دولة موحدة مهدد حاليا. وفي وقت سابق كرر البرزاني تلميحاته بإجراء استفتاء على الانفصال.